الحكومة الاتحادية بالإسراع في تطبيق المادة 140 من الدستور الدائم للبلاد، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع بإعادة الأراضي المصادرة بان عهد النظام البائد إلى أصحابها الأصليين من الكرد والتركمان. يشار خالد والتفاصيل. تنوعت مطالب أبناء كركوك من الحكومة الاتحادية، منها الإسراع بتطبيق المادة 140 وإنشاء مصنع للنفط وتحسين الوضع الأمني والاستقرار في البلاد. طالب من حكومة سيد حيدر العبادي أن يوفر لنا مصفى في مدينة كركوك، مدينة الذهب الأسود. طلب من حكومة المركزية من دكتور أستاذ عبادي يطبق مادة 140 لأن يفيد الكل بصراحة، وخاصة أهل كركوك بكل قومياته، يسود الأمن والأمان إن شاء الله. أبناء كركوك من خلال تصريحاتهم لفضائية كركوك طالبوا بضرورة إعادة الأراضي المسلوبة من الكرد والتركمان بان حكم النظام البائد، وتوفير فرص عمل للعاطلين ولخريجي الكليات والشباب، وإنشاء مطار مدني في كركوك. نطالب بإعادة أراضي الكرد والتركمان في محافظة كركوك. نطالب الحكومة بإنشاء مطار في محافظة كركوك، لأن كل المحافظات بها مطار، احنا الوحيدين المطار ما عندنا واكو مساحة، فنطالب بمطار. والله نطالب من الحكومة المركزية بإعادة الأراضي المسلوبة من التركمان والأكراد، وثانيا نطالب من عندهم تعيين الشباب، مثلا هواك شباب عاطلين عن عمل، تعديل الأوضاع الأمنية، الشباب أهل الكليات وفرص عمل، لأن هسه فرص عمل ما كلية وجاعد بالبيت. لطالما أن أبناء كركوك من السياسات والقرارات الجائرة بحقهم ولعقود من الزمن، وآن الأوان لإنصافهم وتطبيق مواد الدستور والمادة 140 وإعادة الحقوق لأبناء كركوك على حد سواء. يشار خالد، فضائية كركوك. في موضوع آخر، أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم خلال